طوال السنوات السبع السابقة لم يترك السوريون الساحات كما لم يتركوا الميدان، استمروا في التعبير عن ولائهم لوطنهم في كل مناسبة، لكن مناسبة اليوم تبدو مختلفة، فالنصر اليوم مزدوج، نصر على الإرهاب وعلى الدول التي دعمت الإرهاب. هلا العالم ارتاحت، صارت انه تطلع ما عاد تخاف بعد ما تحررت الغوطه والدومه وهيك، العالم ارتاحت نفسيا، انه كنا بس نطلع ناكل هم، الواحد يخاف يطلع ما يرجع، ناكل هم عن جد، هلا خلص ارتاحت نفسيا، تحررت الغوطه، رجعت العالم رجعوا المخطوفين الحمد لله. كنا كشعب عايشين بقذايف ويعني حياه يعني غير امنه، اما هلا بالوقت الراهن يعني حياتنا امنه 100% كدمشق وريف دمشق. رجعنا اقوى ورجعنا نحن لنكمل المسيره اللي 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 بديت وما رح تنتهي باذن الله، لنعيد كل شيء، لنعيد كل شيء خربته يد الارهاب. مشاركه من الجميع كانت فكره كثير حلوه بمناسبه بالنسبه للعالم كله انه نحن رغم العدوان الثلاثي اللي صار على سوريا قادرين نواجه كل التحديات، وهالشيء ما بيضاف عزيمتنا، وطبعا نحن مآمنين بجيشنا انه هو قادر يحافظ على امن البلاد، ولو ما كل واحد واثق بالجيش السوري ما كان نزل هلا يشارك بالمسيرة الحلوة كتير. هو إحساس الأمان الكامل الذي يجربه أهل دمشق بعد سبع سنوات من القلق والخوف لم يستثني فيها الإرهاب أحدا، كبيرا أو صغيرا، معلما أو تلميذا، بيتا أو مدرسة، فالجميع قدم التضحيات والجميع يحق له الفرح بنصر مدفوع الثمن. يعني بصراحة من الفرحة نعم يبكي، بس بزعلي كمان بنفس الوقت على طلابي، عندي طلاب صغار استشهدوا بمدارسهم بالشوارع بغرفته طفل استشهد، يعني ما بعرف كيف الواحد بده يعبر، يعني هي تعبيرنا، هي نحن الشعب السوري، من أول ما قالوا في إرهاب هذا هو الشعب السوري، ما حدا مع الإرهاب، كلياتنا ضد الإرهاب، كلياتنا مع سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد. يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، وانسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتب. نحن شعب باقي وإنه شعب صامد، قد ما انضربنا حنكون صامدين وما حنهاب الأعداء اللي حيهاجمونا، ونحن منقول الله محيي سوريا والله يخلي الجيش. هلا قبل لما نطلع كان في كتير قلق وأهالينا أحيانا ما يخلونا نطلع، أما هلا يعني طالعين والحمد لله ما في شيء وكله يعني صار الوضع تمام، وانتصرنا، مو بس انتصرنا يعني هون بسوريا، انتصرنا حتى على الدول اللي كانت معارضة انه سوريا رح تتحرر ورح تنتصر. نصر جديد وثقة متجددة بالجيش يعلنها المواطنون السوريون الذين تتزامن احتفالاتهم بجلاء الإرهاب عن عاصمتهم مع احتفالات عيد الاستقلال وجلاء المحتل الفرنسي عن سوريا، والذي فشل مجددا من خلال مشاركته في العدوان الثلاثي. غابت هذه التجمعات والحشود عن دمشق لسنوات عديدة، لكنها تعود اليوم لتكون بمثابة إعلان نصر ليس على الإرهاب وحده، ولكن على الدول التي تدخلت مباشرة لدعم الإرهاب. سامر زرقة، بلاد الفضائية، دمشق.